نتحدث عن حضانة الأطفال بعد الانفصال بين الأزواج، إحنا أكيد بنتحدث عن مأساة، عن معاناة، عن عناد ما بيتحمل هذه المسؤولية غير الأطفال. للأسف كل اللي بيصير إن هم اللي بيكونوا ثمن هذه المعاناة كلها. عشان كده إحنا اليوم راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو، وراح نعرف قوانين أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ريان مفتي محامي. أهلا وسهلا فيك في سيدتي. أهلا وسهلا أستاذ ريان. هذا الموضوع بسبب جدل عندنا، هل لأنه هو من الناحية الإنسانية ولا من الناحية العقدة القانونية؟ لا هو طبعا إنه معقد قانونيا ولا من الناحية الإنسانية؟ لا هو ما هو معقد أبدا، للأسف الشديد إنه إحنا اللي بنخليه بهذا الإطار، وإحنا اللي بنصعب هذا الموضوع، لأنه الثقافة عندنا هي ثقافة بعد الانفصال، ثقافة أقرب للسلبية من الإيجابية، والكل يعتقد أنه الأبناء بعد الانفصال تنتقل ملكية شخصية بالنسبة لي، مع العلم أنه الأبناء ليسوا ملكية شخصية أبدا لأي أحد، لا للأب ولا للأم. والحضانة هي تكليف وليس تكريم، بمعنى أنه الحاضن هو بيكون لي دور الراعي، بيكون لي دور المربي، بدور المسؤولية التامة، فبالتالي بيكون مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى حتى أمام القانون في حال أنه هو أهمل في هذه الحضانة أو في هذه الرعاية. شاهدنا كثير من القضايا اللي هي بتكون فيها نوع من العقوبة والجزاء في حال أنه أي من الحاضن أثاء أو لم يحافظ على الأبناء في فترة الحضانة بالنسبة لي، فبالتالي هي مسؤولية كاملة. لا يعني أنه الانفصال أنه هؤلاء الأبناء انتقلوا إلى وسيلة جزاء أو وسيلة عقاب بين الأب وبين الأم، المفترض بالعكس أنه هذه المرحلة الانتقالية الجديدة بين الأبوين أنه يكون هنالك دور أكبر في الاهتمام في هذه الرعاية. الخطأ اللي حصل سواء قرار الانفصال هذا كان قرار إيجابي أو سلبي، لابد أنه هو يترتب إلى مرحلة انتقالية أخرى باتفاق بين الأب وبين الأم في كيفية رعاية هؤلاء الأبناء، في كيفية تربيتهم، ولا يمنع أن يكون أيضا هنالك تواصل لمناقشة أمورهم، لأنه هذه مسؤولية الطرفين وليست مسؤولية طرف واحد. طيب في حال تمت هذه الإساءة بالنسبة للأطفال، كيف ممكن يثبتوا هذه الإساءة أو كيف ممكن يتصرفوا إذا صارت يعني الإساءة من قبل أحد الأبوين؟ احنا طبعا نفترض انه عدم وجود الإساءة، الإساءة بالنسبة للأبناء إذا كانت طبعا لها مراحلها ولها أوضاعها. فالجسد الإنساني أو الجسد بالنسبة للطفل هو ملكية خاصة لله سبحانه وتعالى، وأي تعدي هو يعتبر تعدي على الحق العام فيه. صحيح. فبالتالي لما الشرح يعني وضح أو تحدث عن مسألة الحضانة وكيفية انتقالها بين الأب وبين الأم، كان هنالك رحمة ربانية سبحانه وتعالى من وجود الأبناء لكنف الأم، باعتبار أنه هي الأم الحاضنة وهي الأم الأولى في الحضانة وهي الأم القادرة فعليا بالنسبة للنفسية أن هي تتقبل وترعى وتحافظ وتتحمل الأبناء. صح. خاصة في السن، نحن بنتحدث عن سن الطفولة إلى سن 7 سنوات، ولا يعني انتقال الحضانة أو توضيح انتقال الحضانة إنه هذه الأمر الموضوع هذا حاسم، لا، انتقال الحضانة لابد أن يكون أيضا بشروط وبفترة معينة، ولا بد أن يكون أيضا الأصلح للأبناء الانتقال، ومفترض أن يكون حتى لو كان هنالك انتقال لابد أن يكون بقناعة تامة بين الأبوين، ولابد أن يكون بمناقشة الأبناء، لا يمنع أنك أنت تناقشهم أن هذه الفترة أنت لابد أنك أنت تنتقل للأب للأسباب التالية، وإن وجدت أن وجودهم في كنف الأم أو في قرب من الأم هو الأفضل وهو الأسلم لهم، لا يمنع أن الأب يرضى بهذا الأمر ويتقبل هذا الأمر ويكون الأبناء بالقرب من أمهم، خاصة إذا هي جندت نفسها وكلفت على نفسها أن هي تبقى وتبقي حياتها لرعاية هؤلاء الأبناء. صحيح. هذا طبعا الكلام أستاذ ريان إذا كان في اتفاق أصلا بين الأب والأم، وإذا كان هم فعلا بيفكروا في مصلحة الأطفال بعيدا عن خلافاتهم ومشاكلهم يعني. طيب هل ممكن هناك يكون في قوانين تحكم هذه الحضانة؟ الناحية الشرعية طبعا هو ما في قوانين في المملكة العربية السعودية منصوصة في الأحوال الشخصية، لأنه الناحية الشرعية تحدثت عن هذا الموضوع، أنا راح أختصرها لأنه أحيانا بيكون في لبس في صحيح. في فهمها حتى في مراحل تعليمية كبيرة، نجد أنه مجرد ما بتحصل خلافات بيكون في لبس في هذا الموضوع. الحضانة، الأصل في الحضانة هي الحضانة للأم، خاصة بعد زي ما تحدثت من الولادة إلى سن 7 سنوات بالنسبة للولد والبنت. نعم، اللي أنا راح أقوله هي طبعا ما ذكر في الشريعة الإسلامية، لكن
أيضا هو ليس قاعدة شرعية، ولا يعني ذلك أنه ملزم أن القاضي يفصل في هذا الأمر بالنسبة للعمر، لأن القاضي من حقه أنه هو يحكم بالحضانة أو بوجود الأبناء في المكان الذي يرى أنه هو الأنسب والأفضل بالنسبة للأبناء. يعني في أبناء تجاوزوا هذا السن وحكم القضاء بوجود الأبناء لدى الأم، حكم في هذا السن الأم أيضا بالرغم أنه هي تزوجت من شخص آخر. فبالتالي هذه الأعمار هي مجرد استدلال، والمفترض أن هي فقط للاستعانة فيها في الحضانة. فالأبناء زي ما ذكرت أن الأصل في الحضانة للأم حتى سن 7 سنوات، بعد ذلك يخير الابن. وبالنسبة للبنت في حال أن هي بلغت سن الرشد المفترض أن هي تنتقل لحضانة الأب، لكن إن وجد القاضي أو القضاء أنه الابن خير في الحضانة لأمه، فبيجد أنه من الأفضل وجود الأخوات أو الأخت في مكان واحد بجانب أخواتها الآخرين، حتى أنه هو يكون لهم التربية الواحدة والوجود الواحد. وإذا وجد أنه الأصلح أيضا لها أن هي تكون مع أخوها حتى لو تجاوز سن البلوغ، يحكم القضاء بوجود الحضانة للأم. بس البنت في النهاية ما تخير، الولد فقط هو اللي يخير. هو من الناحية الشرعية الابن فقط اللي يخير، لكن البنت مجرد ما بتبلغ سن الرشد يكون الأمر للقضاء. وفي حال أنهم هم وجدوا أنه الأصلح بقاها للأم بتفصل فيها وتكون البنت عند الأم. طيب احنا تكلمنا قبل الهواء استاذ ريان انه احيانا الام بتنجبر ان هي تتنازل عن اطفالها لانه هو الاب ماسكها من ناحيه الاوراق الرسميه، ما تقدر تدخلهم مدارس، ما تقدر توديهم مستشفيات لانه ما عندهم اوراق رسميه، فبتنجبر ان هي تتنازل له عن هذا الموضوع. فانت قلت لي لا، في قوانين جديده تحكم هذا الموضوع. هو الآن أعطى النظام بالنسبة للمرأة المطلقة والحاضن لأبنائها أن هي تستخرج جميع المستندات الرسمية بالنسبة للأبناء، سواء شهادات الميلاد أو بطاقات الأحوال أو كرت العائلة، بمراجعتها لأي من إدارات الأحوال المدنية بموجب السك الطلاق تستطيع أن هي تستخرج هذه المستندات، أو تستطيع أيضا أنها تضيف الأبناء في الحاسب الآلي في حال أنه لم يقم ولي الأمر أو الأب بمراجعة هذه الجهة وإدخال أبنائه بالحاسب الآلي. حلو، طيب متى يسقط حق الحضانة من الأب أو الأم؟ طبعا القاضي أو عندما تنظر يعني لما ننظر القضية من الناحية الاجتماعية لابد أنه هو يجد المكان الملائم والمناسب في الرعاية، سواء كان عند الأب أو عند الأم. بعض القضايا بتتم خسارة الأب أو الأم لهذه الحضانة في حال وجود لا قدر الله عدم أهلية، قضايا جنائية، قضايا سلوكية تم تقديمها أمام القضاء، فبالتالي يكون هنالك إثبات بعدم أهلية هذا الشخص أو عدم مناسبته بأن يكون هو الحاضن لأبنائه. كمثلا عندما تثبت الزوجة أنه الأب يتعاطى في البيت أو يتعاطى خارج المنزل مثلا، وصدر عليه أحكام في هذا الموضوع أو تناوله للمسكر أو أمور شرعية كثير أثبتت عدم حسنه وعدم سلوكه، فبالتالي مجرد ما القاضي ينظر إلى هذا الموضوع ويرى أنه الأبناء أو يرى الأب غير مناسب للحضانة، فيعتبر هنا الحضانة غير مناسبة له وتنتقل الحضانة مباشرة للأم. ولا يعني إسقاط الحضانة أو انتقال الحضانة من الأب إلى الأم حرمان أي من الطرفين بحق الرؤية. حق الرؤية قائم مهما كانت الأهلية أو مهما كانت الظروف، يبقى الحق قائم بالنسبة للأبوين في الرؤية سواء للأم أو للأب. بأيام محددة؟ هو في الغالب أنه يعني دائما الأمور هذه بتفصل فيها لجنة الصلح قبل ما القاضي أنه يحسم فيها، بمحاولة معرفة يعني تقارب الظروف المعيشية بالنسبة للأب، ظروفه كعمله، ظروف الأم من ناحية عملها، محاولة أن يكون في صلح بينهم في هذه النقطة في تحديد المدة، حتى أنه هي ما تكون حاسمة ملزمة معاهم، فبالتالي ما بيستطيعوا أنهم هم يعني يلتزموا فيها. صح. فبحاول أنه يكون في تقارب بينهم سواء في الأيام أو في المواعيد. طيب أحيانا القاضي بيحكم أنه هو ما يصير أنه الأم تأخذ العيال من البيت، من بيت الأب أو من بيت الأم، بياخذوهم من مركز المودة، هذا قد يؤثر على الأطفال بشكل ما، فما في قانون ثاني غير كذا؟ هو طبعا للأسف الشديد أنه أحيانا زي ما ذكرت في السابق برضو أنه العلاقة بعد الانفصال بتنتقل أو تصبح علاقة عدائية، حتى في التعامل وحتى في السلوكيات بين الأب وبين الأم، حتى أحيانا للأسف بين الأسر
فبالتالي بيكون هنالك في مشكلة في عملية التواصل، عملية دخول الأب أو وجود الأب عند أهل الزوجة أو العكس. فأصبحت الوزارة أو يعني تم اقتراح أن يكون هنالك جهة منفصلة، هذه الجهة هي بتكون المسؤولة أو بتنظم عملية الرؤية أو استلام وتسليم الأبناء، مع العلم أنه هذه اللي احنا بنشوفها أو هذه الجهات مهما كان فيها من إمكانيات ومن أخصائيين ومن محاولة يعني بأبسط الأمور يعني تسهيل العلاقة، لكن بنجد أن هنالك للأسف الشديد سلبية كبيرة بالنسبة للأبناء. ما في شك أنه لها أثر سلبي، بتؤثر عليهم، بتؤثر على نفسياتهم. المكان بالنسبة لهم مكان غريب، بيستمعوا وبيشوفوا حالات أخرى مشابهة قد تكون أسوأ سلبية وأكثر خطورة. فبالتالي المفترض يعني هي مهما حاولنا إحنا ننظم العلاقة بين الأب والأم أو الزوجين، ومهما حطينا من القوانين ومن النصوص، نجد أن القانون الإنسان هو في البداية وفي النهاية هو نفسه. إذا لم يكن الأب ويكن الأم عندهم القناعة التامة أنه العلاقة الجيدة فيما بينهم أو بعد الانفصال راح ترتب عليهم علاقة إيجابية وعلاقة ناجحة لأبنائهم، إن ما كانت هذه القناعة موجودة مستحيل مهما وضعت من قوانين ومن أنظمة أن يكون هنالك علاقة جيدة مع الأبناء. صحيح، لكن أستاذ ريان هناك في حالات مختلفة، يعني مثلا الأم ما تقدر تسافر مع عيالها إذا كانت حضانتهم للأب، إذا كانت متزوجة مثلا ما يقعدوا عندها أكثر من يومين، أو يعني تكون أيام قليلة جدا بالنسبة للأب، يعني بيقعدوا عند الأب حتى في الإجازات لو هم في المدرسة، حتى في الإجازات نفس الأيام ما بتتغير. فهل من حق المرأة أنها تعترض على هذه القوانين أو نعم. أنها يعني في حالات استثنائية تكون حتى لو صدر حكم في الحضانة أو في الرؤية، أو كانت الحضانة عند الأب وتم ترتيب أو تنسيق أنه يكون في فترات معينة الحضانة عند الأم، ووجدت الأم أنه الفترة هذه غير مناسبة بعدين، أو وجدت أنه هذه الفترات بتكون مقللة بالنسبة لها وهي إنسانة متفرغة وبحاجة أن يكون أبنائها موجودين عندها فترات أطول، خاصة إذا كانت بحاجة لمذاكرتهم أو ظروفهم الصحية كانت غير مناسبة في فترات وجودهم عند الأب، فكانت تجد أن وجودهم فترات أطول، من حقها أن هي تعيد مرة ثانية برفع المطالبة بتعديل أوقات الرؤية أو الحضانة. ولا يعني صدور حكم في هذا الموضوع عدم قبول أي دعوة أخرى سواء في الحضانة أو الرؤية. حلو، طيب هذه القوانين كلها كيف توكل محامي ولا هي تقدر تدير الموضوع بنفسها؟ المحامي في النهاية هو مجرد منظم أو مجرد شخص بيساعد على إظهار الحق أو المساندة عليه. قضايا الأحوال الشخصية في الغالب هي قضايا خاصة، فبالتالي لا يستعان بالمحامي إلا بالأسباب محددة، أو في حال أنك أنت أو هي الأم لا تستطيع أن هي تقوم بنفسها بهذا الأمر، أو وجدت أن وجودها في المحكمة قد يعرضها لأكثر من السوء أو أنه عدم المواجهة مع أبا الأبناء. فالمحامي ليس شرط من الشروط أنه هو يكون متواجد في هذه القضية أو يتم توكيله. تستطيع الأم طالما أن هي تعلم وتعرف ما هي حقوقها وكيفية كسب هذا الحق، من حقها أن هي وتستطيع بنفسها أن هي تقوم بالحضور ورفع الدعوة المطابق كافة حقوقها سواء في الحضانة أو في غير الحضانة. صحيح، بس قد يكون القانون منحاز شوي للرجل، يعني عنده مساحة أكبر من المرأة، صحيح؟ يعني إلا ما لا يعني إحنا ما نقدر نقول إنه القانون متحايد للرجل أو إنه هو متحايد للمرأة. للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك برضو إنه هو في النهاية أصبح يعني يحق للرجل استخدام ثغرات معينة، يعني لو كان في بينه وبين المرأة أو بين زوجته السابقة مشاكل، فهو عنده ثغرات معينة ممكن يدخل منها بعكسها. هي تندرج تحت يمكن إمكانية تقديم الشر عن الخير. يعني هو زي ما ذكرنا في حالات كثير حصل فيها الانفصال وحصل فيهم الاختلاف، ومع ذلك لم يشعروا الأبناء بهذا الانفصال ولم يشعروا بهذا الاختلاف اللي حصل، بل بالعكس وجدوا أن هنالك اهتمام من الأبوين قد يكون أكثر من الاهتمام في الفترة اللي هما كان الأبوين مرتبطين فيها. صحيح. لأنه أصبح الآن رسالة أكبر وتركيزهم أكثر بعد الانفصال للأبناء. قد تكون فالإنسان حالات استثنائية. فالإنسان يستطيع أنه يستخدم محور الشر بأي طريقة، ويستطيع أنه يستخدم محور الخير بأي طريقة، لكن في النهاية هؤلاء هو استثمارك الحقيقي، ونجاح الأبناء وسلامتهم من أي ضرر سواء
نفسي أو صحي هو في النهاية استثمار للأبوين بالكامل. وفشل الفشل الحقيقي في الطلاق ليس هو الطلاق نفسه، لكن الفشل لما بعد ما ينتج عنه الطلاق من سلبيات وأمور سلبية بالنسبة للأبناء. صحيح. طيب أستاذ ريان، قد إيش بتاخذ هذه القضايا في المحاكم وقت؟ يعني ايش اللي بيعطلها قد ايش؟ يعني يمكن في الماضي كانت بتاخذ فترات جدا طويله صراحه، لكن تقلص الامر في الوضع الحالي باعتبار وجود محكمه مختصه اللي هي محكمه الحوالة الشخصيه. ما راح ابالغ واقول ان هذه المواضيع بتنتهي في يوم وليله او في يومين، بتاخذ ممكن شهر الى شهرين ممكن عشان تنتهي من قضيه زي كده. كانت في الغالب او كانت في الماضي تاخذ سنوات، لكن الوقت الحالي بتاخذ فتره اقل، وهنالك قضاء مختصين في النظر في مثل هذه الامور، هنالك لجان صلح ايضا مختصين للنظر في مثل هذه القضايا. التخصص هذا اصبح ان هنالك عند القاضي ايضا يعني نوع من البراعه في عمليه الحكم والنظرة لمصلحة الأبناء قبل أن هو ينظر لأي مصلحة سواء للأب أو للأم. صحيح. المحامي ريان مفتي، شكرا لحضورك معنا اليوم في سيدتي، شكرا أنك أنت بينت لنا كيف بعض القوانين ممكن نستخدمها بشكل صالح. شكرا لك. عفوا.